خلال افتتاح المتلازمة تم التذكير بكل المبادرات والزيارات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد بن سادس من أجل دعم الشعوب الإفريقية وبكل الاتفاقيات الموقعة مع العديد من بلدان القارة السمراء والتي اتخذت شعارا لها العمل على إعادة الثقة لإفريقيا. مبادرات شملت مجالات تنموية لتحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الهشاشة والفقر بهذه الدول. تمشيا مع السياسة التي نشأ جلالة الملك، خاصة العودة للمنظمة الوحدة الإفريقية للمدة الأخيرة، ذلك أننا نهدم هذا المنتدى بصفة عامة إلى إبراز صورة المغرب في الإعلام الإفريقي والدولي. التواصل والإعلام والشراكة الإعلامية بين المغاربة والصحفيين الإعلاميين الأفارقة واجبة، ليس فقط لإظهار الدور المغربي في إفريقيا، ولكن أيضا لإنشاء شراكات للتعريف بشركات مغربية، للتعريف بالمنتجات المغربية، للتعريف بمنتوجات إفريقية في المغرب. يكون هناك تعاون اقتصادي وسياسي واجتماعي، يجب أن يدار ذلك، ولكن يدار أن يكون الإعلام دور. أشغال المنتدى سوف تتوصل من خلال مناقشة محاور من بينها العلاقات الصحفية وطريقة التعامل مع الدول الإفريقية وصورة إفريقيا بعقول الإعلام الإلكتروني المغربي.